رضوان أوري رئيس جمعية منتدى الرؤية التنمية الاجتماعية الفاعلة في القطاع السياحي بمركب التجاري سوق الأحد. يعني اليوم كما كتشوفوا يعني الجمعية يعني انضمت واحد تجمع سينمي يعني من أجل الوقوف على الإكراهات اللي كتعرض عليها الجمعية، وكذلك يعني في يعني الوضعية الراهنة يعني ديال الجمعية اللي بناء على التضييق من عدة جهات، بالإضافة إلى عدم اعتراف بشرعية الجمعية والقيود على الأهداف ديال الجمعية. يعني اليوم كما كتشوفوا أعضاء المخالطين اللي فنوا عمرهم في هذا الميدان هذا داخل المركب التجاري سوق الأحد، لا يعقل يعني نطردوهم من هذا السوق هذا يعني نفعلوا عليهم عدة إكراهات يعني من أجل طردهم يعني بالقوة الناعمة ولا يعني بعدة طرق يعني دبلوماسية، يعني بناء على يعني تكتف أمني والمناوبة وعملية التناوب والحراسة المجددة على الأعضاء وتتبع من طرف كاميرات المراقبة. يعني كنقولوا حنا وكنستكثروا من هذا المنبر هذا بأن جميع هاد الأعضاء هاد المخالطين ديال الجمعية اللي فنوا عمرهم في هذا الميدان هذا لا يعتبروا هذا الأمر هذا منطقيا باش نطردوهم حنا ويخرجوا من هذا الميدان هذا ونعطيو فرصة للدخلاء. ولهذا الحضور اليوم ديال الجمعية وديال أعضاء الجمعية يعني كيستنكروا وكي يعني نشبوا جميع يعني هاد المضايقات وهاد يعني الإكراهات اللي كتعرض لها الجمعية بناء على عدم الاعتراف يعني بالضايش الشريف لمؤسسة الجمعية، بالإضافة إلى الفصل 12 يعني اللي كيعطي الصلاحيات للمواطنين والمواطنات الحق في تأسيس الجمعية وممارسة الأنشطة بكل حرية، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية البند العالمي ديال الجمعيات والنخبات. يعني اليوم يعني احنا درنا يعني التجمع السينمي لمناقشات وتحسيس يعني بعضنا البعض يعني بأهمية يعني دور الجمعية يعني اللي كيعتبرها صاحب الجلالة كشريك أساسي في المجتمع وقوة اقتراحية ويعني الإشادة المولوية السامية حول التدبير الجمعوي. يعني الناس هذه يعني لا يعترفون بها، وكيفاش احنا يعني في 2024 يعني استمرار يعني المضايقات على الجمعية. يعني الأعضاء ديال الجمعية تم عليهم البحث يعني من طرف يعني الجهات المختصة بالبحث وتعطى وصل إدعائي، وهذا وصل إدعائي يعني يعتبر وثيقة رسمية يعني من السلطات بالاعتراف بهذه الجمعية هذه من أجل يعني ممارسة الأرشطة ديالها على أرض الواقع. ولهذا يعني مرة أخرى نستنكر بشدة يعني كل المضايقات اللي كتعرض لها الجمعية. كيفاش لا يعقل يعني بحال مثلا رضوان بن حدو يعني مؤخرا يعني جاو عدة دعائر يعني من المحكمة ديال الابتدائية يعني بتهمة الإرشاد السياحي الغير مرخص، وراه غير الناس اللي وقفوا معاه وكذا وسميتو. بالإضافة إلى مصطفى يعني برعود يعني مستشار ديال الجمعية، راه سنة 2019 راه تم الإيقاف ديالو يعني ويعني وحالو يعني الحراسة النظرية، ومن بعدها يعني لقاو بأنه يعني مبحوث عليه يعني عنده دعائر يعني كثيرة، وراه تم يعني كان في المعتقل يعني ل 15 يوم ما كانش اللي يوقف معايا يخلص هذيك الدائره. وكل شيء الناس اللي عنده هنا راه عنده دعائر من المحكمه، يعني كنتلقاو راسنا يعني مفروض علينا عده محاضر يعني بان احنا كنمصول ارشاد سياحي غير مرخص. ولهذا يعني الناس هذو راه لا يعتبرون مرشدين سياحيين. وسوق الاحد راه ما فيهش ارشاد سياحي، سوق الحداش فيه المنتجات التقليديه المحليه، الناس راه كيعرفوا بها، وبان السلطات راه صافي راه درت البحث عرفات الناس اش كيديروا في السوق. هذا واحد الجمعيه اللي هي تعريف التراث في المملكة، وسوق الأحد راه يعتبر من التراث الثقافي في المملكة، وجمعية لها الحق في التعريف هذا. اليوم يعني أول جمعية في المغرب تأسست بدون أهداف، ملي كتجي كتقول جمعية منتدى الرؤية تقادير التنمية الاجتماعية الفاعلة في القطاع السياحي، باش فاعلة في القطاع السياحي باش؟ لا شتي حنا ما عرفناش. ملي كتجي كتبغي تمارس واحد النشاط مثلا تعريف التراث الثقافي يعني ك ك ك كفرد ولا كجماعة ولا شي يعني تلقاو قيود يعني الحصار، شفتك الكاميرا شفتك هذه، واش حنا ماشي مغاربة؟ واش الناس ماشي مغاربة؟ الحماية الاجتماعية حتى واحد ما عنده حماية اجتماعية هنا، الناس راه وصوصين التقاعد هنا خصهم يمشيو يرتاحوا يجلسوا في الدار. نلقاو حنا العجنون فيهم نديهم الحراسه النظريه الايقاف كذا، راه 2024 هذا المغرب ملتزم يكون منفتح داخلي على حقوق الانسان لانه يمثل حقوق الانسان خارجا في مجلس الامن الدولي. ولهذا يعني 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 كنشدوا جميع المؤسسات الدوله وعلى راسها وسيط المملكه مجلس وطني لحقوق الانسان يعني من اجل الدعم ومسانده الجمعيه يعني من اجل الدفاع على شرعيتها يعني ويعني وممارسه يعني الانشطه يعني بكل حريه كما ينص عليه الفصل 12 من الدستور. وشكرا. هضر اصاحبي بصفتي كاتب العام للجمعيه دار وبنورا ودير هضر. السلام عليكم، بصفتي كاتب العام للجمعيه
انا ازيد من 40 سنه وانا في العشوائيه في هذا القطاع، ولحد الان حاولنا تنظيم انفسنا بتكوين هذه الجمعيه هذه، ولكن كنتلقاو العراقيل ثم عراقيل، ولا اساس لهذه الجمعيه. دابا الواقع راه ما كاين منها حتى شي حاجه، وحنا كاينين الاخوان ها هما كانوا مرشحين للهجره السريه، وماتوا معهم سبعه ديال الاشخاص منهم رضوان بن حدو. السلام عليكم، رضوان بن حدو عضو منخرط في جمعيه منتدى رؤيه اكادير التنميه الاجتماعيه. كما قال الصديق ديالي الكاتب العام، فعلا كنا عشنا هذه الضغوطات هذو في 2007 ومشينا في واحد يعني مشينا في المجهول، يعني مشينا في واحد الفلوكه ومشى ماتوا معايا تقريبا خمسه ديال الناس اللي توفوا معنا، وحنا من الناس اللي تنجاو انا والصديق ديالي عبد الملك زكي. يعني راه صراحه كما قال السيد الرئيس وكما قال الكاتب العام، حنا راه تكرسنا بزاف في هذا القطاع هذا، حتى واحد ما انتبه لينا، حتى واحد ما دعا فينا، حتى واحد ما بغى يتصنت لينا. وكنتمناو ان شاء الله انه هاد يديروا معنا شي حاجه، يتعاونوا معنا هاد الناس، يديروا معنا الوقفات والاعتصامات ان شاء الله. حنا راه حقوق ديالنا راه غادي نتابعوها.